نواصل هنا أحبتي تقديم صفحة رقم 86. تابعوا معي. نمرو 1. Je relis la BD, l'aguenant, le singe et la noix. Et je réponds. يعني المطلوب هنا أننا نعود ونقرأ la bande dessinée الموجودة في الصفحة رقم 85 يعني اللي شفناها من قبل. ورحين نجاوبوا على الأسئلة. تبعوا معي نقرأ الأسئلة ونجاوبوا مع بعض. نمرو 1. Pourquoi la guenon jette-t-elle la noix? لماذا أنثى القرد أو القردة رمت الجوزة؟ كما شفنا يعني هي رمت الجوزة لأنها وجدتها مرة المذاق. Donc la réponse هي شوفوا معي هي مكتوبة هنا الإجابة. Numéro 1. La guenon jette la noix car elle a un goût amer. يعني القردة رمت الجوزة لأن لها ذوق مر. Question numéro 2. Que signifie l'onomatopée de la quatrième vignette? L'onomatopée هي هذه دوك نعطيها لكم. Voilà, شوفوا معايا هادو نسميوها لونوماتوبي هي هاد الفقاعة اللي تجي يعني بهذا الشكل ويكون داخلها صوت يعني صوت سقوط أو صراخ أو ألم أو فرح يعني أي صوت يصدر من الشخصية ويكون موضوع في هاد لابول يعني اللي تكون بهذا الشكل شفوا عليها مليح نسميوها لونوماتوبي فوالا هنايا في السؤال يعني قال لك واش معناتها او علم من يرجع هاد الاصوات عندنا هادي الاولى هو لو بروي كو في لا نوا كي فراب لو سانج يعني هذا صوت الجوزه لما سقطت على القرد هادي الاولى هادي اي سي لو بروي دي دولور فوالا اي هادي لو بروي تاع لي دولور تاع لو سانج كي طاحت عليه الجوزه شوفوا هنا على ريبونس معايا نيميرو 2 هادي اي لو بروي كو في لا نوا كي فراب لو سانج اي اي لو بروي دي دولور فوالا نتفاهموا مليح باللي هادو نسميوهم لونوماتوبي فوالا شفوا عليهم مليح كاستيون نيميرو 3 لو سانج اي كونتون دو رامازي لا نوا انديك لا بول كي كونتيان سي بارول يعني القرد هو سعيد بالتقاطه للجوزة بين الفقاعة التي تحتوي على كلامه يعني هنا راح نحوسوا على كلام القرد الذي يبين أنه سعيد بإيجاد الجوزة شوفوا معايا هنا نشوفوها دون لا سانكيام فينيات هادو سميهم لي فينيات هادو الملصقات Voilà, c'est la cinquième vignette. Hadi hiya la bulle li fiha les paroles تاع le singe li tbin billi raho سعيد يعني كي لقى الجوزة. هنايا نشوفو une noix, ça tombe bien. J'ai très faim. يعني هادي تبين بلي راهو فرحان كي لقى هاد الجوزة. Donc la réponse هي c'est la cinquième vignette. Question numéro 4. Je relève dans la BD la vignette qui montre que le singe a aimé le fruit. استخرج من يعني من لابيدي من لابوند ديسيني الملصقة التي تبين أن القرد أحب الفاكهة أو الجوزة راح نشوفوا لافينيات فوالا سي دون لا سيزيام فينيات نشوفوا باللي القرد يعني حب ذوق الجوزة وهنايا واش قال لي نوا اون فور بونغو فوالا من هذه الكلمة نفهمو بلي القرد هو عجبتو يعني ذوق الجوزة دونك سي دون لا سيزيام فينيات كاستيون نيميرو 5 دون كيل فينيات برونتيل لا بارول بور دوني ان كونساي ا لاغونا يعني في اي ملصقة تكلم القرد حتى يعطي نصيحة لأنثى القرد راح نشوفو مع بعض في الصور Alors, la bonne réponse هي هذه سي لا سيزيام فينيات هنايا نشوفوا لهنا بلي هو اعطى نصيحه
للقردة وقال لها: Souvenez-vous que dans la vie, sans travail et sans effort, on n'a point de plaisir. يعني هذه هي نصيحة القرد قال لها يعني تذكري أن في الحياة بدون عمل وبدون مجهود لن نصل أبدا إلى مبتغانا أو يعني الشيء اللي راح الشيء اللي نحبه. Voilà. Question numéro 6. Peut-on dire que le singe est malin? هل نستطيع القول أن القرد هو محتال أو يعني ذكي بطريقة ما؟ نعم هو le singe il était malin. Voilà, شوفوا معايا la bonne réponse. Voilà. Numéro 6. Oui, il est malin car il a ouvert la noix et l'a mangé. نعم هو كان يعني ذكي لأنه أو محتال لأنه فتح الجوزة وأكلها. Voilà. هاد لي ريبونس من بعد راح نخليها لكم في اخر الفيديو يعني ما تقطعوش الفيديو حتى للاخر باش تشوفوا الاجوبه مكتوبه. Question numéro 7. Je choisis la bonne réponse. يعني اختار الاجابه الصحيحه. L'expression sans travail on n'a pas de plaisir veut dire العباره يعني بدون عمل لن نتحصل على السعاده veut dire يعني تعني à Sans travail, on ne vit pas heureux. يعني بدون العمل لا نعيش سعداء. Mais sans travail, on vit heureux. بدون عمل نعيش سعداء. Donc la bonne réponse est A. يعني بين. Voilà. Deuxièmement, je m'entraîne pour mieux lire. أتدرب حتى أقرأ. يعني أحسن. Ces fruits n'ont aucun goût. Voilà, شوفوا هنا عندنا la liaison entre T et le A. Donc, نقراوها ces fruits n'ont aucun goût. Deuxièmement, mais il faut les ouvrir. هنا la liaison لازم علينا نديروها وننطقوها في نفس الوقت. Mais il faut les ouvrir. Voilà. Troisièmement, je lis avec ma ou mon camarade. راحين هذه تقراوها مع زملائكم. Les noix en forme. عسدرنا أحبتي فقط تقطع لي يعني تسجيل راحين نعاودو. Les noix en fort bon goût, mais il faut les ouvrir. Dans la vie, sans un peu de travail, on n'a pas de plaisir. Voilà, هادو باش نتعاودو على القراءة. عندنا quatrièmement, je vais au-delà du texte. J'imagine et je dis le dialogue entre la guenon et le singe. يعني أتخيل الحوار الذي دار بين القردة والقرد. الحوار يعني اللي رايحين تكتبوه لازم عليكم تكتبوه في هاد les bulles de discussion. يعني هاد فقاعات الحوار. كما شفتوا فقاعات الحوار رايحين يجيو بشكل دائري بعكس يعني فقاعات اللي شفناها قبل اللي فيها الأصوات اللي سميناهم لونوماتوبي. فوالا هادو نكتبوا فيهم الأصوات ولكن هادو اللي جو غون هكا نكتبوا فيهم الحوار. فوالا تبعوا معايا. La guenon a vu le singe déguster la noix avec plaisir. يعني القردة رأت القرد يأكل أو يستمتع بذوق الجوزة يعني بكل سعادة. Elle lui demande يعني سألته أو طلبت منه. شوفوا معايا اللي هنا وش راح نكتبو. هنا راهو الحوار. أعتذر. Elle lui demande comment peux-tu manger la noix? Elle est amère. يعني قالت له كيف استطعت أكل الجوزة إنها مرة. Il lui répond, أجابها, elle est très bonne. Il suffit de l'ouvrir. أجاب القرد قال لها هي جيدة جدا أو ذوقها جيد أو هي لذيذة. يكفي فقط فتحها. Voilà, هذا هو الحوار يعني اللي دار بين
الشخصيات طيب. كما ذكرت لكم احبتي هذاك الحوار يعني اللي مكتوب نكتبوه هنايا في البول تاع لا فينيات هذه، هذا هو المطلوب هنا جو رامبلي لي بول دو لا فينيات. فوالا بقى لنا اخيرا جي كري دو مون كايي لا غونو جات لا نوا لو سانج لا غاماس، يعني لا غونو جات لا نوا لو سانج لا غاماس، هذه نكتبوها في الكراس. بهذا نكون احبتي وصلت لنهايه درس اليوم، أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم.